طيب هننتقل من ملف كوبا امريكا لليورو. نعم. واحنا بنتكلم خلاص يعني مباريات الجوله الثالثه وشكت ان هي على الختام. من وجهه نظرك برضو كريم, من هو الافضل والأسوأ؟ وفي نفس الوقت احنا شفنا ايطاليا بتلعب برضو يعني طبعا شغل محترم جدا ومقدمه. نعم. اداء رائع. تركيا على النقيض. طبعا ايطاليا يعني قدمت مستوى رائع جدا يخلينا نحطها, انا يعني كنت متوقع من الرباعي اللي يوصل سيمي فاينل. بنتكلم في اسماء فرنسا, المانيا, بلجيكا, ايطاليا وانجلترا, يعني الرباعي يبقى من الخماسي ده. تمام. ايطاليا فعلا قدمت شكل جيد جدا مع مانشينو. بنتكلم الفرقه بقى لها فتره طويله جدا معاه, اعتقد عدوا دلوقتي السنه ونص ما تغلبوش, واثبتوا المستوى اللي قدموه في التصفيات في النهائيات. فرنسا حتى ايفن مع التعادل الاخير مع المجر, فريق اقل ما يقال عليه, اقل ما يقال عليه فريق مرعب, مرعبة فريق مرعب جدا. ربما يكون تأثروا طبعا باللي عمله بنزيمة في الشوط الاول. بنزيمة طبعا ضيع كم هائل من الفرص الغريبة كعادته, يعني غريب بصراحة, يعني نطلعه بره المنتخب بيضيع, نرجعه تاني بيضيع. لكن تبقى فرنسا فعلا فرقة مرعبة جدا, نجحوا انهم يرجعوا الشوط التاني جابوا التعادل, كانوا قريبين من الانتصار. بس في وجهة نظري فرنسا يعني هتقدر بسهولة انها طبعا تعدي عقبة البرتغال في الجولة الثالثة, خصوصا طبعا ان المانيا يعني مقدمانهم البرتغال يعني خلاص بقى يعني خلصوا عليها تماما في ماتش الرباعية. فاشوف ان انا ما زلت مؤمن ان فرنسا هي المرشح الاول, وفي فجوة ما بينها وبين الفرق اللي وراها. يعني مثلا فرنسا بتلعب ايطاليا, الافضليه بكل الاحوال لفرنسا. بس انا بس عايز اوضح نقطه عشان تبقى الناس فاهمها كويس, ان ساعات الناس بيحسبوا الامور نتائج. اتفضل. في الرياضه وفي كره القدم ساعات بيبقى في حاجه اسمها اسلوب لعب لا ينطبق على اسلوب لعب. بمعنى ايه؟ مثلا النادي الاهلي عبر التاريخ اقوى من انبي على طول, لكن بسبب مباراه سيد عبد النعيم عملت ما يشبه الحاجز كده. يعني المباراه دي حتى لو انبي ده بينافس على الهبوط بتبقى مباراه متعقربه, مباراه فيها مشكله. ده بسبب ايه؟ تتبع الاسلوب على الاسلوب. يعني النهارده مثلا بقول فرنسا ايطاليا عامله مستويات جميله جدا, ممكن لما تلعب فرنسا تشيل سكور. تشيل سكور ليه؟ ومش عارفين يلعبوا فرنسا, لان فعلا لعب فرنسا صعبه جدا. فرنسا ووجود مبابي في خط الهجوم في اي لحظه, في اي لحظه انفراد, في اي لحظه. هو لاعب من طراز عالي مبابي, يعني وصل لمرحله بصراحه مخيفه, فاهم بقى, مخيف يعني. وعلى فكره اللي انت بتقوله حصل الى حد ما ما بين يعني انجلترا واسكتلندا. برافو عليك. يعني الى حد ما يعني انجلترا برضو كانت متكتفه الى حد كبير. لا ولا يا كريم, ده الديربي يعني اسكتلندا لما شفناها في الجوله الاولى اتغلبوا متشيك 2-0 وبجون طبعا جون فضيحه من نص الملعب. لكن ماتش انجلترا ده ليه حسابات اخرى تماما. انت بتتكلم فعلا مباراه ديربي, مباراه عصبيه جدا ونفسيا ومشكله. تخيل اليكس فيرجسون قبل المباراه الراجل داخل بعربيته, الراجل بيقول له انا اسف انت مش انجليزي فمش هتركن في الفي اي بي. بيقول اليكس فيرجسون بيقول له مش هتركن في الفي اي بي بتاع, عشان انا اسف المنطقه دي مخصصه للساده المسؤولين الانجليز بس. فده يوريك مدى برضو الحزيات الموجوده, واللي واضح انها انعكست على المباراه. ورغم ان منتخب انجلترا منتخب احنا قلنا منتخب قوي ومنتخب شاب وصغيرين في السن وعملوا اداء كويس جدا في الدوري السنه اللي فاتت, لكن جم قدام اسكتلندا ما قدروش يكسبوا.